مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في استوديو المنتصف، والذي نرصد من خلاله أهم المستجدات في الميدان ومن صنعاء إلى الضالع، حيث قامت الميليشيات كعادتها بتفجير منازل المواطنين في منطقة العوابل مديرية جبن شرق جنوب اليمن. وقال محليون ليمن شباب أن الميليشيات فجرت المنازل عقب انسحاب قبائل العوابل للجبال بالجبال المحيطة بالقرية بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي. مشاهدي الكرام، سأذهب إلى أحمد الضحياني وهو مدير تحرير موقع الضالع نيوز للاستطلاع أكثر حول ما يتعلق بممارسات الميليشيا في هذه المنطقة. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. اختطافات كانت مساء يوم الأربعاء بحق المواطنين من أبناء مديرية جبن في محافظة الضالع، كيف يعني ما هي الأسباب يعني التي كانت سببا في اختطاف هذا العدد الكبير في هذه المنطقة، وأيضا الذي وصلت إلى تفجير المنازل وليس اختطاف فقط؟ طبعا أمس يعني اندلعت يعني اشتباكات بين مسلحين حوثيين و أثناء قيامهم باقتحام أحد القرى في عزبة الظبيانية في مديرية جبل، وطوقوا منزل مواطن يدعى سليم المسن، ومصادر خاصة تؤكدنا أن هذا الشخص الذي طوقوا منزله هو كان متحوط سابق مع الحوثيين، وتشير المصادر أن السبب الرئيسي لتطويق المنزل وحدثت هناك يعني مواجهات فقط على اثرها اكثر من 4 هم مسلحين حوثيين واكثر من 6 جرحى. تاتي بتهمه مقتل قيادي حوثي قتل قبل يومين يدعى مختار وبران. طبعا هذا الحدث رغم انه يعتبر حدث داخلي يخص جماعه الحوثيين فيما بينه، الا ان هناك حدث استواء بين المواطنين على قضيه الاقتحام القريه والقيام بتفجير المنزل، ومما تدعى كثير من المواطنين وقبائل منطقة العوابل للجبال المحيطة بالقرية، وكان هذا الاشتباك حدث إلى ما بعد عصر يومان. يعني الآن سكان القرية هجروا من القرية الآن، يعني حسب التقارير هم في الجبال الآن. يعني هناك كثير من الأسر يعني في الجبال. طبعا يعني ميليشيات الحوثي شنت حملة اختطافات أمس يعني بحق المواطن من المديرية. هذه الحملة طالت 4 أفراد من أسرة النقيب بينهم طفل. تأتي هذا الحادث. كم عمر هذا الطفل؟ كم عمر هذا الطفل؟ الطفل عمره 11 سنة. ما هي تهمته يعني حتى يختطفوه؟ هو من ضمن الذي يعني عندما تقوم جماعة الحوثيين المسلحة تقوم بممارسات ليس لها منطق أو قانون أو عرف أو أي عدالة، ولذلك من البديهي أن يكون بين هؤلاء والجبال عفوا البيوت التي فجرت، لماذا يعني؟ المنزل الذي فجر الحوثيين منزل يعني هذا سليم المسن فقط سليم. هل لديك إحصائية أحمد؟ هل لديك إحصائية حول عدد المنازل التي فجرت في هذه المنطقة خلال يعني كل الفترة الماضية؟ في جبن يعتبر هذا المنزل الثاني الذي فجره الحوثيين قبل أشهر أثناء دخولهم مديرية جبن في مطلع نوفمبر الماضي من العام الماضي 2015، فجروا منزل القيادي في المقاومة في جبن غالب الشيبي. نعم، طيب الآن ما هو مصير هؤلاء النازحين المهجرين قسريا الآن؟ كيف بتتعاملوا مع الوضع؟ أين سيعيشوا؟ سيعيشوا في الجبال؟ الوضع هم الآن في وضع إنساني صعب، هم يعني يجروا من منازلهم من مناطقهم ويعيشون في الجبال وفي الكهوف. هذا وضع سيء جدا على هذه الأسر. ميليشيات الحوثي تحكم سيطرتها على مديرية جبان وهي تحت سيطرتها، وهذه الأفعال التي تقوم بها دائما في يعني إيقاظ الخصوم وتشريدهم. نعم، الآن يعني هذا الوضع الآن كل ما تحدث عنه ينبئ عن كارثة إنسانية الآن في هذه المنطقة. هؤلاء الناس يعيشون في العراء الآن، بحاجة لتدخل إما منظمات إنسانية أو السلطة الشرعية، لابد أن تظهر في المشهد. يعني لماذا تتعامل السلطة الشرعية بشكل باهت مع هذه المناطق؟ لماذا لا نجدهم متواجدين حتى لإغاثة الناس بعيدا عن
رفض المقاومة الجيش الوطني بالسلاح الكافي، لكن خلينا نتكلم عن الضحايا الآن، هؤلاء المهجرين كيف ممكن نتعامل معهم؟ ما هي رسالتك للسلطات الشرعية لإيواء على الأقل هؤلاء الآن المهجرين قسريا إلى الجبال؟ لا أخفيك للأسف الشديد أن منظمات الأمم المتحدة وفريق إجلاء اللاجئين غير متواجد في مناطق الصراع في محافظة الضالع، يقوم بإصدار تقارير ويرصد من المكاتب بعيدا عن الميدان. ليست هذه الحد يعني الأولى بعملية التهجير تقوم بالعتين. هناك أكثر من 586 أسرة هجرت مطلع أكتوبر الماضي من قرى شمال في الشمال الغربي لمريش في رمى وسوان والرحبة بفعل ميليشيا الحوثي المسلحة. حتى الآن لا تجد هناك أي منظمات يعني تقوم بدورها في عملية إيواء هؤلاء المهجرين والنازحين. فقدوا ممتلكاتهم، هناك يعني تضرر لهذه الأسر، فقدوا ممتلكاتها، لا تستطيع الدخول الآن إلى هذه القرى. أيضا هذا الأمر لا نرى منظمات الأمم المتحدة إلا حينما يكون في هناك يعني تدخل لإجلاء المتعوتين أو الحوثيين في مناطق قد يتم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ولكن حينما يتعلق الأمر بالسكان المدنيين في مناطق التماس لا نرى. عندما يتعلق الأمر بالحوثيين هنا يظهر دور المنظمات الإنسانية. يعني في حالة أن المنطقة يعني إجلاء يعني لأسر أو مناطق تحت سيطرة الحوثيين. نعم. إذا أشكرك شكرا جزيلا أحمد الضحياني. نحن من هذا المنطلق ندين أي تصرف لحقوق الإنسان مهما كان يعني مهما كان مصدره. هذا التصرف للأسف الشديد أن ممارسة الحوثيين أصبحت يعني مكشوفة لدى العالم. نعم. لدى كل فيما يتعلق بتهجير المواطنين وتفجير المنازل. نعم. هناك الآن أصبح الآن دور الأمم المتحدة فقط توفر فرص فقط للحوثيين من خلال الهدن لإعادة موضوعهم والتمركز أكثر وترتيب أوضاعهم كما قال ضيفي قبل قليل عبد الله الشندقي. أنا أشكرك شكرا جزيلا أحمد الضحياني مدير تحرير موقع الضالع نيوز. سأذهب إلى فاصل أو أنه في معنا اتصال آخر يا شباب. طيب إذن كنا معكم في استوديو المنتصف لرصد آخر المستجدات في الميدان. أراكم بعد غد في نفس هذا التوقيت على الهواء لرصد آخر المستجدات في استوديو المنتصف. إلى اللقاء.